السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نقوم بشرح مبسط بعنوان لمسات احترافية قد لا يعرفها الكثير على برامج الأوتوكاد. هذه اللمسات تساعدنا في العمل على المشاريع بطريقة منظمة وطريقة سريعة. هذا هو المخطط الذي سنقوم بالشرح عليه. لدينا هنا مجموعة من الأشكال المتداخلة نود أن نقوم بعمل فصل لها. الطريقة بسيطة، في العادة يلجأ الغالب إلى عمل أو اختيار الشكل المورد، عمل اختيار ممثل له، نضغط بزر الفأرة الأيمن، نأتي إلى هنا Select Similar، يتم اختيار جميع العناصر. توجد طريقة أخرى، مثلا نأتي إلى هنا إلى هذه الدائرة، نضغط بزر الفأرة الأيمن، نأتي إلى Quick Select ونختار حسب الخصائص الخاصة بالرسم. أوكي. نأتي إلى موضوع درسنا، مثلا نود عمل موف للدوائر ذات اللون الأحمر. نأتي إلى هنا إلى شريط المهام، نقوم بإدخال الأمر موف باختصاره أم إنتر، نقوم بإدخال هذه العلامة بحرف أو رقم 4، ثم نقوم بإدخال الأمر F I معناها فلتر، نضغط هنا تظهر لنا هذه النافذة. كما ذكرنا نريد أن نقوم بعمل موف للدوائر ذات اللون الأحمر، نأتي إلى هنا Select Filter، نختار من هنا الأوبجي وهو عبارة عن دائرة سيركل، نأتي إلى هنا Add to List، نفس الشيء نأتي إلى هنا بما أننا نريد اختيار الدوائر ذات اللون الأحمر، نأتي إلى هنا نختار Color، هنا نأتي إلى هنا Select، نختار اللون الأحمر، أوكي Add to List، نأتي إلى هنا Apply، نختار جميع هذه الأشكال Enter Select Objects Enter، نقوم بإخراجها إلى هنا. نلاحظ تم اختيار الدوائر ذات اللون الأحمر فقط، نأتي إلى هنا كذلك. الآن نود عمل حذف للدوائر ذات اللون الأخضر، نفس الشيء نأتي إلى هنا نقوم بإدخال الأمر E معناها Erase Enter، نقوم بإدخال هذه العلامة بالرقم 4، ثم F I كما ذكرت مسبقا هو فلتر إنتر، نقوم بحذف هذه. يمكننا ترك الأوبجكت هو عبارة عن دائرة لكن نحذفه لا بأس. اللون نقوم بحذفه، نأتي إلى هنا Select Filter، نختار الدائرة Add to List، نأتي إلى هنا نختار اللون Color بما أننا نود حذف الدوائر الخضراء، نأتي إلى هنا Select، نختار اللون الأخضر. أنا هنا أعرف اللون ولكن سأقوم بشرح طريقة أخرى إذا كنا لا نعرف اللون. أوكي، نأتي إلى هنا Add to List، ضروري جدا Apply، نقوم باختيار هذه الأشكال Enter Select Objects إنتر، نلاحظ تم حذف الدوائر الخضراء. نأتي الآن إلى عمل حذف للمستطيلات، هذه المستطيلات هي عبارة عن بوليلاين، نفس الشيء نأتي إلى هنا ندخل حرف E أو الاختصار E معنى Erase إنتر، ندخل هذه العلامة برقم 4 F I إنتر، نقوم بعمل ديليت لهذه الخصائص ديليت ديليت، نأتي إلى هنا نختار بوليلاين، نبحث عنه هنا بوليلاين Add to List، هل نختار اللون؟ لا نود اختيار اللون لأن لدينا لون واحد. Apply، يمكننا عمل Select لجميع العناصر أو من هنا نقوم بعمل All Enter، نلاحظ تم اختيار المربعات المستطيلات Select Objects، نقوم بعمل Enter، هنا Enter، نلاحظ ثم حذف المستطيلات والتي هي عبارة عن Polyline. نود حذف الدوائر ذات اللون السيون، نقوم بعمل E Enter هذه العلامة F I Enter، نقوم بعمل حذف لهذا Delete. الآن نفرض أننا لا نعرف ما هو اللون، نأتي إلى هنا Select Add Selected Object،
نختار الأوبجي أو الأوبجكت، نأتي إلى هنا لن نحتاج هذه ديليت، هنا كذلك ديليت، هنا كذلك ديليت، كذلك هنا ديليت، وهنا ديليت. أصبح لدينا هنا الأوبجكت وهو سيركل، واللون هو السيم. أبلاي، نختار من هنا إنتر، إنتر، تم حذف الدوائر ذات اللون السيم. نأتي إلى موضوع آخر، نفرض يكون لدينا مجموعة من الدوائر، نصف القطر الخاص بها مثلا هنا 10، نفس الشيء هنا 5، هنا 3، هنا 4، هنا 2، هنا 10، وهنا 20، يعني هنا نصف القطر الذي قمنا بإدخاله. الآن نأتي إلى عمل حذف للدوائر ذات القطر أقل من أو يساوي 5. نأتي إلى هنا، ندخل الأمر Erase، أو نقوم بعمل Move أحسن. نأتي إلى هنا Move، Enter، ندخل هذه العلامة FI، Enter، Delete، هنا Delete. نأتي إلى هنا، نختار Circle، Add to List. نأتي إلى هنا، نختار Circle Radius، نختار من هنا أقل من أو تساوي 5، Add to List، Apply، نختارهم من هنا، نروح ثم اختيار هذه الدوائر، Enter، Select Objects، Enter، نقوم بعمل تحريك لهم هنا، نلاحظ ثم اختيار الدوائر ذات القطر أقل من أو يساوي 5. لو نأتي لنتأكد Dimension، نختار من هنا Radius، هنا، 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 وهنا. نلاحظ أن هنا نصف القطر 3، هنا 4، هنا 2، هنا 5. لو نأتي إلى هنا 10، 10، وهنا 20. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.